استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل، اذكروا جيدا، أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حدثة القوة حدثة، إنما قوة حدثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان، جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعول وتزيد أو لا تزيد؟ تزيد. يبقى إذن أراد أن يسلحهم بالأمرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء، فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة.